البطاطا بيوريه سايد ديش كتير كتير مهم وانا كتير بعوزه بطبخي، فتعالوا نشوف سوا كيف بدنا نعمله على طريقة صحي وسريع او مونيكس كوزين. مثل ما على طول بقلكن الشطارة بتبلش بالسوبر ماركت، بدكن تشتروا بطاطا قشرتها رفيعة وبتتغسل بسهولة كتير، لأنه نحنا بدنا نغسلها ونخلي القشرة نسلقها كتير كتير منيح، ومثل ما عم بتشوفوا بدنا نهرسها مع قشرتها لأنه القشرة فيها كتير غذاء وبتوفر لنا كتير وقت بالمطبخ. بنزيد عليها كباية حليب، أنا هون حطيت نص دسم، ملعقة كتير صغيرة بهار أبيض، رشة ملح ورشة من جوزة الطيب لأنه ما في دسم بتعطي طعمة كتير طيبة. برجع بخلطهم كتير منيح وبزدلهم هلأ أنا شوية جبنة مبروشة صفرة، وبرجع بحركهم على النار لحتى تسخن كتير منيح وتعشق بعضها. في كتير طبخات رائعة عن البطاطا بكتاب مونيكس كويزين أو صحي وسريع، صفحة 105 هي الماش بوتيتوز، بس عندكم بيستو بوتيتو، عندكم اج اند بوتيتو، عنا البوتيتو جراتان، في كتير 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 أفكار بالكتاب عن جد، وكل وحدة قد ايه بتعطيكم كالوري. هلا هون بس تفسركم انه الكيلو اذا عملتوا كيلو وقسمتوه لعدد الاشخاص اللي مبين هون اللي هي 4 اشخاص، يعني كمية كتير كبيرة، بيطلع للشخص بس 200 وحدة حرارية. لازم تنتبهوا كمان هون تشوفوا الكميات وقد ايه تقسمون على الارقام تتعرفوا قد ايه الكالوري للشخص. وانا هلا رح ذوقها. بتعرفوا شو؟ مش انا حدوقها، رح ذوق اسماء. ذوقي لنا اياها يا اسماء. واو واو عن جد؟ اذا اسماء قالت واو يعني انا باكد لكم انها كثير طيبه. ما فيها زبده؟ ما فيها سم؟ ابدا.